الأخ الشيخ المجاهد البطل حسن بن سعيد الجابري قائد الهندسة الحضرية، الأخ محمد عبد الملك الزبيدي رئيس الهيئة المساعدة، الأخوة أعضاء الجمعية، الأخوة الهيئة التنفيذية بالمديريات، الأخوة القيادة المحلية، الأخوة السلطة المحلية في الوادي والصحراء، الأخوة الشخصيات والوجهاء والأعيان، الأخوات حرائر حضرموت، الأخوة الحاضرون جميعا كلهم باسم وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أنقل تحيات الرئيس القائد إدريس بن قاسم الزبيدي رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي وأخوانكم أعضاء هيئة الرئاسة من حضرموت جميعا، وأنا سعيد أن أشارككم اليوم باجتماعكم المهم الذي يهدف إلى تحقيق مطالب مواطنينا وأهلنا في مختلف مناطق الوادي والصحراء الذين يبتغون لإدارة شؤونهم العسكرية والأمنية والاقتصادية بأنفسهم. وأنا أؤكد أن هذا المطلب هو حق مشروع، وهي تتماشى مع مخرجات اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي نصت على خروج قوات المنطقة العسكرية من المدن إلى الجبهات. لذلك وعلى قوات المنطقة العسكرية الأولى قوات الاحتلال الرحيل فورا وترك حضرموت أهلها ليديروا أنفسهم ويديروا ثرواتهم وشؤونهم، وعليهم الدفاع على مناطق وناطقهم ومواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية. وإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في وادي حضرموت بمطالبهم الذي يعبرون عنها بالاحتجاجات السلمية الحضارية وضرورة الرحيل العاجل لقوات الاحتلال المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات من أبناء المحافظة وخصوصا وادي حضرموت. فنحن أصحاب حق ولا نريد إلا إدارة شؤوننا ومواردنا بأنفسنا، وعلينا أن نوحد جهودنا لمواجهة المد الفارسي الذي يشكل خطر علينا وعلى أشقائنا في دول الخليج العربي. ومثلما انتصرت إرادة شعبنا وقوات المسلحة الجنوبية وحققت انتصارات كبيرة، ستنتصر بإذن الله في الوادي وسيحكمها أبناؤها شاء من شاء وأبى من أبى. وهنا أدعو الجميع إلى تغليب مصلحة حضرموت من خلال العمل على تحريرها وإدارة شؤونها والاستفادة من خيراتها. إن الجنوب اليوم غير جنوب الأمس، فقد بات لديه قوات مسلحة، والأهم من ذلك الجنوب اليوم قوة، اليوم يكون قوي وحدة صف أبنائه الذي تجاوزوا مؤامرات تفريق المكونات، وبات لديهم مظلة سياسية جامعة هي المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادته الأمينة والمخلصة للجنوب وقضيته، والواعية لما يدور حولها من مؤامرات والقادرة على إفشالها. إن قطار المصالحة الجنوبية انطلق ولن يتوقف، فقيادة المجلس برئاسة الرئيس القائد الوطن عيدروس بن قاسم الزبيدي عازمة على المضي، عازمة في المضي على درب التسامح والتصالح دون استثناء أحد من المكونات أو الشخصيات السياسية. كما نؤكد أن المجلس الانتقالي يسعى إلى بناء دولة جنوبية فيدرالية حديثة تحترم حقوق مواطنيها وممتلكاتهم، وعلينا أن نستفيد من أخطاء الماضي. والمجلس الانتقالي اليوم يده ممدودة للجميع، ويرحب بكل أبناء الجنوب ويدعوهم للمشاركة في صناعة المستقبل وإخراج بلدنا وشعبنا من الحروب والأزمات. ونؤكد وقوفنا إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ الأستاذ مبعوث مبارك بالماضي لما فيه مصلحة حضرموت والجنوب.